السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ المحاضرة 12 من جافا بروجرامينج، وإحنا كنا اتفقنا إن إحنا إن شاء الله بنحل المثال بتاع المحاضرة اللي قبليها وبنبتدي شرح إن شاء الله. طبعا لأن المحاضرة اللي فاتت اللي هي كانت يوم الاثنين ما طلبناش مثال من حد غير ان هو يحسن المثال بتاع الفايلز اللي احنا عملناه، تمام؟ وبعض الناس مشكورين يعني عدلوا فعلا وكان حلهم كويس، فان شاء الله النهارده هنحل الامتحان اللي احنا حطيناه، وفي بعض الناس حلته ما شاء الله كويس. من افضل الحلول اللي كانت موجودة كانت رغدة ومحمود محمود الشافعي أو محمد الشافعي، وفي إنج برضو، دول من أحسن الثلاثة اللي حلوا إيه الامتحان. والله هو الاسم محمود شافعي، مش عارف بالظبط. يبقى كده أنت محمود يعني ما شاء الله يعني، تمام. طبعا الامتحان كان سهل جدا يعني، هو الامتحان بالظبط الامتحان كان سهل جدا جدا، مش ده المقياس الحقيقي ليكم يعني، لكن في امتحان ان شاء الله هيبقى بعدين، والمشروع هم دول اللي هيبينوا قوي يعني. الله المستعان. طيب ان شاء الله ان شاء الله كله سامع صوته ولا لا؟ الله المستعان. طيب مشوش. طيب دلوقتي برضو لسه مشوش ولا بقى احسن؟ طيب تمام كويس كده، والله المستعان. فهنحل مع بعض بسرعة كده الامتحان اللي فات ونبتدي نستعد للمحاضرة ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن الثريدز، والثريدز يعني من أهم المواضيع اللي موجودة في الجافا، وعايز كله إن شاء الله يركز النهاردة جدا، تمام. طيب أول سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول سؤال، قلنا إحنا عندنا كام بريمتيف داتا تايب موجودين في الجافا؟ إحنا قلنا إن كان عندنا 8 primitive data type، تمام. طيب مين يذكرهم لينا بسرعة كده؟ يعني محمود مثلا او اي حد من الناس اللي حلت الامتحان كله يعني شبه كله ما شاء الله صح يعني. انتو كاركتر وبوليان وفلوت ودبل. لا الاسترنج مش من بريمتيف داتا تايب يا جماعه، الاسترنج مش بريمتيف داتا تايب. مفيش شير، انا بس فاتح الدوكيومنت. كويس جدا تمام. طيب هناخد كده الاجابه بتاعت رغده، لما تيجي تقول التمانية بريمتيف خدهم بالشكل ده، خلص زي ما كنا بنقول ايه عيلة عيلة، خد العيلة بتاعت الانتجر اللي هي شورت بايت شورت انت لونج بالترتيب، بعدين خد الدبل اللي هي فلوت ودبل، هيبقى عندك اتنين بس الكاركتر والبولين. السترينج هو ريفرنس او بمعنى صح هو رابر كلاس يعني، من الصغير للكبير عشان ما تتلخبطش. طيب الاري كان اكستندد دايناميكلي از يو اد اليمنتس، هو الاري ممكن بتمتد لوحدها يعني بتمتد لما انت بتزود اليمنت؟ لا طبعا مش بتمتد لما تزود اليمنت. طيب هو لسه في تردد في الصوت ولا الصوت واضح؟
تمام. طب لو علي وطي السماعة شوي. الله المستعان. جينا السؤال اللي بعديه، قلنا انت اكس تساوي 3، what is the value of x after statement x++. اتفقنا ان x++ بتزود قيمة x بواحد، فالقيمة هتكون 4. معلش هو في سؤال يعني شبه موجود مرتين، يعني اللي هو الاراي كان extended dynamically والsize of an array changes dynamically as you add element. الاثنين نفس الاجابه يعني. طيب السؤال الجاي ده في ناس كتيره اتلخبطت فيه، which rubber class is associated with primitive data type with primitive type byte. البايت الرابر بتاعه او اللي بيماثل ليه في الكلاسز هو اسمه بايت اوله بي كابيتال، ما اسموش بايت. تمام. في ناس يعني جاوبت ببايت على طول، كلها كابيتال. طب اعمل ريفرش كده وان شاء الله هيكون كويس يعني. تمام. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول اتنين او اكتر، يعني two methods او اكتر in class with the same name، يعني في عندنا اتنين methods او اكتر من اتنين methods موجودين بنفس الاسم، في نفس الكلاس. ده معناها ان هي overloading، يعني عندي method مثلا بتاخد اسمها مثلا calculate numbers بتاخد integer x، وعندي method تانية اسمها calculate numbers اسمها بتاخد x و y. overloading لما بكون عايز استخدم نفس الاسم اكتر من مرة بس ببارامترز مختلفة. وخدنا مثال عليها لو رجعت للمحاضرة في النهاية، مثلا تضرب رقمين او تضرب تلات ارقام. طيب اللوكال فاريبل، اللوكال فاريبلز ار ديكليرد وير. اللوكال فاريبل بيبقى موجود فين؟ اللوكال فاريبل بيكون موجود جوه البادي بتاع الميثود. لوكال فاريبل بيبقى موجود جوه البادي بتاع الميثود. معلش ما فهمتش سؤال الدعم الفني. لو ايه؟ تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول، هو انت ممكن يكون عندك كونستراكت اكتر من كونستراكتور في نفس الكلاس؟ اه طبعا ممكن يكون عندي اكتر من كونستراكتور في نفس الكلاس. طيب المثال اللي بعد، السؤال اللي بعده، قلنا ان احنا هيبقى عندنا كلاس اسمه exam وفي ميثود public static int اسمها get next question number، والميثود ديت بس بتطبع يعني بتطبع statement، او انا عايز اطبع القيمة اللي جواها. فهعمل اكسس ازاي؟ اي ميثود static، اي ميثود static بتكون على مستوى الكلاس كله. فده معناه هكتب exam dot get next question number على طول، مش محتاج اعمل object.
بعد كده السؤال اللي بعده What constitutes inheritance؟ ان احنا بنعرف كلاس هو instead of من سوبر كلاس، يعني السب كلاس وسوبر كلاس. يبقى عندي سوبر كلاس وعندي سب كلاس. طيب الباكج للاسف انا يمكن ما كنتش كويس قوي في الجوجل فورمز، فعشان كده ما عرفتش اعملها مالتي تشويس. فاللي جاوب ان هي is a collection of java classes صح، ولو هي النيم سبيس والجافا كلاس نيمز لايف برضو صح. طيب ايه هي الطريقتين اللي بعمل بيهم هاندلنج للاكسبشن؟ اول طريقه ان انا بحط كلمه ثروز في الايه الميثود هيدر، او بس الراوند او يعني بحاوط الكود بتاعي بتراي اند كاتش. اخر سؤال كان ايه هي الكلمات الريليتد للاكسبشن اللي هي المرتبطه بالاكسبشن؟ ثرو، وديت في حاله ان انا عايز اعمل ثرو اكسبشن بايدي، او ثروز اللي هي لما بحطها في الميثود هيدر، او تراي كاتش فاينالي. دول الخمس كلمات اللي على طول مربوطين بالاكسبشن. تمام. طيب ده كان امتحان كان سهل كده، مراجعه سريعه للناس، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه يعني. طيب بمناسبه فاينالي، من اكتر الحاجات اللي بتتسال يعني لو انت رحت انترفيو، من اكتر الحاجات اللي هتتسال فيها الفرق بين الفاينل والفاينالي. مين يقول لنا الفرق بين الفاينل والفاينالي؟ تمام، زي ما مونو مان قال ان الفاينل بتستخدم في الـ variable definition، وفاينالي في try وكاتش. طبعا الفاينل بتستخدم في كذا حاجة، يعني ممكن تستخدم في الـ variable وتستخدم في حاجتين كمان. ايه هما؟ الفاينل، خلاص عرفنا الفرق بين الفاينل وفاينالي. بالظبط زي ما هو بيقول، الفاينل ممكن تبقى كلاس وممكن تبقى ميثود. الفاينل كلاس cannot be inherited. بالظبط الفاينل ميثود cannot be overridden. يبقى انا كده عرفت الفرق بين الفاينل والفاينالي، وعرفت الفاينالي ان هي موجوده في الاكسبشن، وعرفت ان الفاينل موجوده في الكلاس والميثود والفاريبل. طيب نخش مع بعض كده النهاردة ان شاء الله في الثريدز. اول حاجة هناخدها ايه هو الثريد اساسا، ايه هو الثريد اساسا، وايه هي البروسيس، وايه هي مالتي ثريدنج ومالتي بروسيس. طيب الاول نشوف البروسيس. طبعا يمكن كلكم عارفين ان الويندوز دوت مالتي تاسكينج، يعني بيقدر يهندل اكتر من تاسك في نفس الوقت صح؟ طب سامح عايز تقول حاجة؟ طيب هستأذنكم نوقف الشات شوية نشرح الجزء دوت وبعدين ايه نتكلم. ماشي، يبقى هنتكلم في ايه هي البروسيس وايه هو الثريد. اول حاجه قلناها المالتي تاسكينج اللي هي مالتي بروسيسنج. طب مين البروسيس؟ البروسيس ديت زي الوورد، الوورد ده بروسيس بتحصل في الكمبيوتر. تمام. طيب
الويب براوزر زي الفايرفوكس مثلا، اي برنامج للتشغيل مثلا السي دي هات وكده. يبقى ديت اسمها بروسيس، دي اسمها ايه؟ بروسيس. يبقى الفايرفوكس مثلا عندي كمثال ده بيمثل كبروسيس، والويندوز بيتقال عليه مالتي تاسكينج لان الويندوز بيقدر يشغل اكتر من بروسيس في نفس الوقت. تمام. طيب نيجي نشوف يعني ايه ثريد. ثريد معناها زي خيط او لاين معين. يعني مثلا التاب الواحدة اللي انا بفتحها في الفايرفوكس دي تمثل ثريد. يعني انا في الويب براوزر لو فتحت تاب واحدة دي تمثل ثريد، فتحت تو تابس كده بقى عندي تو ثريدز. فبقى ممكن يكون عندي مالتي ثريدنج يعني، والمالتي ثريدنج ديت اللي هي كذا ثريد موجودين مع بعض شغالين في نفس الوقت. لان انا ممكن في البروسس الواحده افتح مالتي ثريدنج، يعني في البراوزر الواحد ممكن افتح كذا تاب، واحده مثلا فيها الايميل، واحده فيها الكونفرنس اللي احنا بنعملها، واحده فيها الفيسبوك، اقدر افتح اكتر من تاب. يبقى عرفنا الفرق بين الثريد وبين البروسيس. البروسيس الواحده ممكن تحتوي على مالتي ثريدنج زي الويب براوزر وزي الثريدز. تمام. طيب ايه هو الثريد؟ طيب الصورة مقلوبة عند الكل ولا عند احمد بس؟ تمام. طيب ناخد، طب لحظة واحدة هلف الصورة كده تاني. طيب كده بقت واضحة عند الكل ان شاء الله. طيب خير الله المستعان. طيب الثريد هو عبارة عن single line of instruction، هو خط واحد من التعليمات. ماشي. يبقى عرفنا الثريد، عرفنا البروسيس، عرفنا المالتي بروسيسنج اللي هي الاوبريتنج سيستم العادي، عرفنا المالتي ثريدنج اللي هي في نفس الوقت بتمثل البروسيس. طيب انواع الثريدز، عندنا نوعين من الثريدز. اول حاجه اسمها يوزر ثريد، وتاني حاجه اسمها دايموند ثريد. طيب اليوزر ثريد هي اللي هو الديفلوبر هو اللي بيعملها، بيعمل ثريد. مثال عليها، شفتوا المين ميثود اللي احنا بننفذها كل مره دي بتمثل ثريد لان هي هتشتغل. طب يعني معنى ايه هتشتغل؟ معناها ان هيكون عندها يعني لاين او مجموعه من الانستراكشنز بتنفذها، مجموعه من التعليمات بتنفذها، فكده بقى اسمها ثريد. يبقى في عندي يوزر ثريد ودايموند ثريد. اليوزر ثريد دوت اللي اليوزر بيعمل له كرييت بنفسه او اللي هو الديفلوبر يعني. ومثال عليه المين ميثود، المين ميثود. تمام. طيب تاني حاجه الدايموند ثريد، ده اللي بيعمل له كرييت هو الجي في ام اللي هي الجافا فيرتشوال ماشين. يعني ايه دايموند؟ دايموند يعني خفي، يعني مش بتكون ظاهرة. فهي بتكون دي بيحصل لها رن، الثريد ده بيشتغل في الباك جراوند يعني ما بكونش شايفه قدامي. زي مثال ليها ايه؟ حاجة اسمها garbage collection.
الجاربج كوليكشن هنقف عندها دلوقتي بعد النقطه ديت. يعني اخر حاجه الديفلوبر نفسه ممكن يكرييت دايموند ثريد. ازاي؟ ان هو يعمل سيت دايموند ايكوال ترو او سيت دايموند بتاخد ترو. الجاربج كوليكشن ده من برضو الاسئله الكتيره جدا في الانترفيو. لما حد يقول لك ايه هي جاربج كوليكشن قول له هو ثريد، تمام، بيبتدي يمشي في الميموري يشوف هو في اوبجكت كان بيشاور على مكان في الميموري، والاوبجكت ده دلوقتي بنل ولا لا. مثال نعمل كده حاجه لان الجاربج كوليكشن ده مهم جدا. هاجي انا عندي هنا اقول ايه string s equal لما عملت string s equal a ايه اللي حصل؟ حصل الشكل ده، ان بقى عندي ريفرنس اسمه اس بيشاور على مكان في الميموري محطوط جواه AAA. طيب جيب بعد كده عملت كده string او s equal null. string equal null بتعمل بالظبط كده، شالت الوصله بين الريفرنس وبين الميموري، او ما انا صح يعني شالت الريفرنس خلاص. ماشي، طيب اتبقى مكان الميموري مفيش حد بيشاور عليه، اتبقى حاجه محجوزه في الميموري محدش بيشاور عليها. فالجاربج كوليكشن لما بتقوم تمسح اي حاجة موجودة في الميموري مفيش ريفرنس بيشاور عليها، فبتفضي الميموري بتاعتك. تمام، الجاربج كوليكشن مهمة جدا جدا جدا. ماشي، طيب انا ممكن اعمل كولينج للجاربج كوليكشن تمام. ممكن اعمل كولينج للجاربج كوليكشن، اقدر اعمل كولينج للجاربج كوليكشن، ممكن انده الجاربج كوليكشن ثريد دوت، اقدر انده له. طيب في نقطه مهمه جدا، هل انا ضامن ان هو يشتغل؟ لا. ماشي، انا ما اضمنش، وعليكم السلام، انا ما اضمنش ان الجاربج كوليكشن ثريد يشتغل. دي حاجة أنا بعمل له كولينج، بنده له، بقول الثريد بتاع الجاربج كوليكشن يشتغل، لكن ديت بتكون متروكة تماما للجي في ام يحدد يشتغل امتى، انت بتحاول تشغل. ماشي، الجاربج كوليكشن هو ايه؟ دايموند ثريد، ثريد بيكون موجود من خلال الجي في ام. هو ايه الكلام صعب او كده؟ انت متابع معانا محمد من الاول؟ طب في حد وقع مننا ولا هو بس محمد؟ طيب اللي مش فاهم يكتب ان هو مش فاهم عشان لو كده ممكن نعيد تاني الجزء ده. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا محمد بقى ايه؟ نكمل احنا ان شاء الله.
بص يا كريم، جزء ان الجاربج كوليكشن او جاربج كوليكتور يعني مش هتشتغل غير بامر الجي في ام. الجي في ام هو اللي بيحدد، الجي في ام هو اللي بيحدد امتى هتشتغل وامتى الميموري هيكون فيها مكان فاضي ان هو يقدر يرن الثريد دوت. فدي بتكون حاجه ريليتد للجي في ام، انت بتحاول تشغله. وبالنسبه للدعم الفني، يكملوا معانا كملوا معانا، وممكن محمد يلحقنا في الفيديو ان شاء الله. تمام. طيب دي الجاربج كوليكشن، يبقى عرفنا الثريد البروسيس، عرفنا انواع الثريد، في يوزر ثريد ودايموند ثريد، وخدنا مثال على كل حاجه. الثريد اللي هو زي المين ميثود بتاعتنا اللي الديفلوبر بيعملها، والدايموند ثريد، والدايموند ثريد موجود بتبقى موجوده في الباك جراوند مش بنشوفها زي الجاربج كوليكشن. وممكن الديفلوبر كمان يعمل دايموند، يعمل دايموند ثريد بان هو بيعمل سيت دايموند ايكوال ترو. والثريد بس عشان محمد، هي لاين اوف انستراكشن، سنجل لاين اوف انستراكشن. والثريد ده محمد بسرعه كده، اللي هي بتمثل كانها التاب اللي تكون موجوده في البراوزر، والبراوزر كله بيمثل كانه بروسيس. فالبروسيس الواحده ممكن تحتوي على اكتر من ثريد، اللي هي بيكون عندي اكتر من تاب. وضحت كده؟ طيب عندي طريقتين اكريت بيهم ثريد. اول طريقه من الطريقتين ان انا انهرت الثريد كلاس، يعني انا عندي كلاس اسمه ثريد، فانا بعمل منه يعني بانهرت منه باكستند الكلاس ده، ولازم السب كلاس يوفررايد ميثود اسمها رن، ولازم السب كلاس يوفررايد ميثود اسمها رن. طيب تاني طريقة، امبليمنت الرنبل انترفيس، ولو هامبليمنت الرنبل انترفيس لازم برضو في ميثود اعمل لها امبليمنتيشن اللي هي الرن ميثود. طيب مين كده يتخيل الاول بس عشان ايه قبل ما نخش في السؤال، كل حاجه عايز اعملها في الثريد او الثريد ينفذها بحطها جوه الرن ميثود، سواء اللي انا عملت لها امبلمنتيشن وانا بامبلمنت الانترفيس، او عملت لها اوفررايد وانا باكستند الثريد. طيب نشوف كده من الناحيه العمليه، احنا بنتكلم مع بعض بره الكتاب. من الناحيه العمليه، ايه الاحسن، ان انا اكستند الثريد كلاس ولا امبلمنت الرنبل انترفيس، وليه؟ يعني ايه الاحسن، اكستند الثريد كلاس ولا امبلمنت الرنبل انترفيس؟ طيب طيب اللي قال امبلمنت هو صح، بس ليه؟ تاني انا قلت ان احنا عندنا نوعين، طريقتين ان احنا نكريت بيها ثريد، يعني انا ممكن اكريت الثريد بطريقتين ماشي. اول طريقه ان انا اكستند الثريد كلاس، وتاني طريقه ان انا امبلمنت الرنبل انترفيس، وفي الحالتين لازم امبلمنت الميثود اللي اسمها ران، سواء بالاوفررايد او بالامبلمنتيشن. بالظبط، ان انا بامبلمنت هي افضل. ليه؟ عشان اسيب مجال للكلاس بتاعي ان هو يكستند حاجه تانيه. تمام. يعني مثلا انا عايز اكستند كلاس اسمه هيومن مثلا، بس لقيت ان انا خلاص عملت اكستند للثريد، الجافا ينفع فيها مالتي ثريدنج، مالتي اكستند، يعني اكستند اكتر من كلاس.
ما ينفعش طبعا ان انا اكستند اكتر من كلاس. يبقى كده عرفنا الطريقتين اللي بنكريت بيها الثريدز. طيب في رسمة صغيرة كده هنشوفها ونرجع نطبق مثال صغير. الثريد عندي بيكون في أربع حالات. أول حالة الثريد نيو، لسه الثريد معمول جديد، ماشي. الثريد بيتنقل من حالة النيو لحالة الرننج او بيكون رانابل. امتى؟ سواء رانينج او رانابل او كيود، بيتنقل بحاجة اسمها ستارت. يبقى الثريد بتاعي لما بقول له ستارت بيتنقل ان هو هيشتغل او قابل ان هو يشتغل او بقى محطوط في كيو عشان يشتغل. طيب ايه الحالة التالتة؟ ان هو يبقى ويتنج. ممكن الثريد بتاعي اقول له ويت، ممكن اقول له لا سليب. هعمل لكم شير للبرزنتيشن ديت ان شاء الله. او اقول له سليب، او اقول له او يحصل له بلوك، تمام. طيب يبقى عندي نيو اتنقل من النيو بقى في الرننج، اتنقل او بقى رانابل، يعني اتنقل من حالة الرانابل بقى نان رانابل. طب ينفع يرجع تاني؟ بان انا مثلا اقول له خلاص السليب بتاعتك خلصت، يعني انا قلت له ايه بمعنى الكلمة كده نام، ماشي. او بدل ما كنت قايل له ويت استنى، قلت له نوتيفاي قوم. او بدل ما كان في اي او بلوك بقى الاي او فينيشت. طيب يبقى كده الاي او فينيشت ديت معناها الويت. بص الفرق بين الويت والسليب، الويت ما فيهاش تايم، انا ما بحددلوش ويت قد ايه، بقول له ويت وخلاص. السليب بديله تايم، بقول له انت هتنام كذا. طيب الاي او بلوكينج يعني ايه؟ اي او بلوكينج جه راح يكتب في فايل مثلا، راح يكتب في فايل فلقى الفايل ده حد بيكتب جواه، فبقى الريسورس او مثلا جه يحرك ماوس. انا اسف، خلينا في موضوع الفايل ده. جه يكتب على فايل، لقى الفايل حد بيكتب جواه فعمل له بلوك، فهو هيفضل واقف مستني التاني يسيبه عشان يرجع يشتغل، ففي الحالة دي بيكون بلوكت. طيب امتى الكيو بيروح للديد؟ لما الميثود اللي اسمها ران تخلص. يبقى عرفنا ايه هي الاربع حالات للكيو. يبقى الكيو يا اما هيكون نيو، الثريد قصدي، يا اما هيكون نيو لسه ما اشتغلش، يا اما هيكون رانينج شغال، يا اما هيكون نوت رانابل يعني هو مثلا هيكون ويتنج او سليبنج وممكن يفوق تاني ويرجع للرانابل، وممكن يكون ديد خلاص انتهى. نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا، ان بين الرانابل والنون رانابل في سهمين رايحين جايين، ده معناها ان ممكن يتنقل من حاله الرانابل للنون رانابل، لكن بمجرد انه حصل له ديد ما ينفعش يرجع، ومجرد ما حصل له رانينج ما ينفعش يرجع نيو تاني. فهمنا الاربع حالات الخاصين بستريد، تمام؟ وضحت النقطه ديت ولا لا؟ طيب بقيت الناس ما شاء الله كريم كويس، تمام. دي الاربع حالات بتوع الثريد ما شاء الله. نكمل كده.
تعالوا ناخد مثال صغير على الثريد. هعمل شير للسكرين بتاعتي. هو ما شاء الله النت عندي ما شاء الله سريع يعني، فممكن تكون انت عندك مشكلة في الصوت بسبب النت. طيب في حد عنده اي ملحوظة في الثريد لحد دلوقتي عقبال ما يحصل شير للسكرين؟ هبعت لك الملف ما تقلقش يعني. الملف دوت وبتاع المحاضرة ان شاء الله اللي جاية واللي بعدها هيكونوا موجودين ان شاء الله على الفيسبوك النهاردة، وانتوا بتنقلوهم على المنتدى يعني. طيب السكرين بتاعتي موجودة، شايفين السكرين؟ طيب تمام، بسم الله. طيب جيت عملت هنا كلاس اسمه ثريد، كلاس ثريد بيكستند، دي اول طريقة بيكستند مين؟ ثريد كلاس. لو جينا شفنا هنا ما اعترضش على على الران ميثود، تمام؟ فده معناها ان الميثود اللي في الثريد اللي اسمها ران هيكون فيها اي امبلمنتيشن، ماشي؟ وده برضو معناه ان الكلاس ثريد ده مش ابستراكت كلاس. فانا لما بحب اعمل حاجه في الثريد بتاعي باوفر رايد الميثود اللي اسمها ران. فانا هاجي في ميثود اسمها ران بابليك فويد ران، ترجعش حاجه وبتاخدش اي حاجه، قلت له اطبع من واحد من صفر لخمسه ماي ثريد ثريد، ماشي؟ في مشكله في تعريف ثريد كلاس عادي خالص بيكسند الثريد وباوفر رايد الميثود اللي اسمها ران، تمام كده؟ طيب نيجي نشوف ازاي هنشغله. بعمل كلاس تاني، اروح في المين ميثود بقول ماي ثريد اللي انا لسه عامل له كرييت دلوقتي هناك كده، الثريد بقى في مرحله الايه النيو. قلت له امتي اللي هو ماي ثريد دوت ستارت، معناها ان انا نقلت الثريد من مرحله النيو لمرحله الايه الرننج او الرانابل يعني، ماشي؟ وبعدين قلت له ايه اطبع مين ثريد، فكده هيعمل ايه؟ هيخش جوه الثريد ده، تمام؟ ينفذ الران وبعدين يرجع يكمل الثريد ده. لا مش هقول يرجع يكمل، وبعدين هينفذ بقيه الثريد ده. يبقى المين ميثود دي كده عملت ثريد في الاول، الثريد دوت لما اشتغل لقى ان هو راح عمل كرييت لثريد تاني وشغله وابتدى يطبع قيمه موجوده في المين ثريد. فلو عملت ران
هلاقي طبعا ايه main thread اللي هي هنا، وبعدين طبعا my thread thread. طيب لو جينا بصينا لها من الناحية المنطقية، ان انا قلت هنا start الاول، فstart الاول معناها روح نفذ الميثود اللي اسمها run، صح؟ لما انا عملت هنا mt.start معناها روح نفذ الميثود اللي اسمها run هنا. فمنطقي ان انا اقول ايه ده اللي هيشتغل الاول، ان هو هيطبع my thread thread وبعدين يطبع السطر اللي تحتيها اللي هي main thread، تمام. لكن اللي حصل ان طبع الماي المين ثريد الاول اللي هي هنا، وبعدين طبع الماي ثريد ثريد. واضح الجزء ده؟ احنا هنشرحه دلوقتي على الوايت بورد تاني. هنقول كده مين انا بكتب في الوايت بورد، فمفيش حاجه اسمها مفيش شيرنج دلوقتي. تمام، ده الشكل اللي ايه اللي موجود عندنا في الكود. ان اول حاجه في المين ثريد اللي هي المين ميثود، قلت له mt.start وبعدين قلت له 4، لكن اكتشفت ان هو طبع لي او اللي هو ان هو طبع القيمه اللي جوه الفور الاول، يعني طبع المين ثريد الاول وبعدين طبع الماي ثريد بعديها. ليه؟ لانه بمجرد ما عمل mt.start بقى فيه لاين تاني ماشي كده. اللاين ده بيحتوي جواه على 4، انا طبعا عملت ستوب للشيرنج. انا كده عملت ستوب للشيرنج. نشرح تاني مع بعض. عملنا المين ثريد اللي هي المين ميثود، وبعدين المين ميثود راحت عملت اللي هو ماي ثريد دوت ستارت، وبعدين عملت الفور. لكن احنا اكتشفنا ان احنا في الران تايم ان هو طبع الفور الاول وبعدين طبع الفور بتاعت المين ثريد وبعدين طبع الفور بتاعت الام تي ستارت. ليه؟ لان مجرد ما عملت ام تي ستارت بقى في لاين تاني خالص، ثريد تاني خالص. وعلى فكره هتلاقي انا بس عشان الجهاز معايا كده كان ما شاء الله يعني سريع، لو جربت في حاجات تانية هتلاقي مره يطبع من المين الفور بتاعت المين، ومره يطبع من الفور بتاعت الام تي ستارت، مره يطبع من هنا ومره يطبع من هنا، او مرتين من هنا ومره من هنا. ليه؟ لان بقى عندي تو لاينز، بقى عندي خطين بيشغلين بينفذوا. ففي مره هيطبع من المين مثلا او الاسرع اللي في الميموري، الجي في ام هي اللي بتعمل هاندلنج للكلام ده، الجي في ام هي اللي بتعمل هاندلنج للكلام ده مش انا، لحد الخطوة لحد ما احنا واقفين هنا انا ما بقدرش اتحكم مين فيهم يتنفذ الاول. انا عملت ده
ستارت للمين، عملت له ستارت، قلت له من خلال المين ميثود وعلى الام تي دوت ستارت، قلت له ستارت انت كمان. في الجافا ران تايم طبعا بتعتمد على سرعه الجهاز، يعني هي بتهندل الموضوع دوت طبقا لسرعه الجهاز والرامات بتاعتك فيها اللوكيشنز فاضيه ولا لا، لوكيشنز فاضيه ولا لا والكلام دوت. ماشي، فدي الفكره ان انا بقى عندي تو ثريدز شغالين. نرجع تاني للشيرنج عشان نشوف لو عملت الرانابل بالرانابل هيحصل ايه. اجي عندي كلاس تاني بيمبلمنت الرانابل، وطبعا لانه انترفيس فلازم امبلمنت الميثودز. هو ما فيش فيه غير ميثود واحده بس اسمها ران. لو دخلت جوه الرانابل، خلي بالكم معايا من النقطه دي، لو دخلت جوه الرانابل انترفيس بلاقي فيه ميثود واحده بس لا اكتر ولا اقل، ميثود واحده بس لا اكتر ولا اقل. طب ليه عملت لها انترفيس واسم الانترفيس ده بيكون ايه؟ عملت انترفيس عشان اجبر اي حد عايز يشتغل كثريد ان هو يستخدم الرانابل، ان هو يستخدم الران ميثود. كويس. طيب الانترفيس ممكن يكون مفهوش ولا ميثود، ممكن يكون في انترفيس مفهوش ولا ميثود. طب ليه؟ بيكون اسمه ماركر انترفيس. يعني احنا ممكن نلاقي هنا عندنا ميثود واحده، او ممكن نلاقي انترفيس معمول مفهوش ولا ميثود. تمام، بيكون اسمه ماركر انترفيس عشان بس يوضح الكلاس ده من انهي نوع، عشان ما نخرجش بره الموضوع بتاعنا. فعملت الكلاس بتاعي بامبلمنت الرانابل انترفيس، عملت امبلمنتيشن للران بتاعتي، عملت امبلمنتيشن للران. بعد كده هرجع اقول له ان الاثر كلاس بعرف منه اوبجكت كده، بقت في حاله الايه النيو، واو اس اللي هو الاذر كلاسز دوت ران، يعني هيروح ينده على الران ميثود. يبقى لاحظنا ان هنا دوت ستارت لما باكستند، لكن هنا دوت ران لما بامبلمنت. ولو رحنا لدوت ستارت هنا هو بيعمل ليجل ذس، في الاخر هتلاقي ان الكلاس اللي هو الثريد اكيد الكلاس الثريد بيمبلمنت الرانابل برضو، كلاس ثريد بيمبلمنت برضو الرانابل. ماشي، فانا بقى عندي هنا دوت ستارت عشان استارت الثريد، ودوت ران عشان ارن الكلاس اللي بيمبلمنت الرانابل. نعمل ران كده، بص معايا ايه اللي حصل. طبع لي المين ثريد، طبع لي الستيب دي الاول، بعدين طبع لي الستيب دي، وبعدين طبع لي الستيب ديت. ليه؟ لان هنا عندي، لو رجعنا للوايت بورد تاني بقى عندي الشكل ده كمان. تمام. طيب ايه اللي حصل بقى المره دي؟
المره دي عندي المين ثريد، جيت عملت اوبجكت من ثريد وقلت له ستارت، خلاص ابتدى لاين يشتغل. في نفس الوقت كان الثريد بتاعي شغال بيعمل في الفور، وبعدين عرف ثريد تاني اللي هو كلاس بي امبلمنت الرنبل وقال له ستارت انت كمان. فبقى عندي كام ثريد شغال؟ 1 2 3 ثريدز شغالين في نفس الوقت، ماشي. لكن نخلي بالنا من حاجه مهمه، ان المين ثريد ده الطبع الاول، المين ثريد خلص الاول تماما اللي هو الفور يعني، وبعدين اشتغل هنا. لكن لو جينا نقلنا دي كده مش هنبقى ضامنين ايه اللي يشتغل قبل التاني، لان ان الازر اشتغل وبعدين المين ثريد اشتغلت وبعدين الثريد اشتغلت. شفنا الفرق بين ان انت تكستند، شفنا الفرق بين ان انت تكستند ثريد وانك تيمبلمنت الرنبل. في حد عنده مشكلة في الجزء ده، ازاي تعرف ثريد وازاي بيتنقل؟ الترتيب ملوش اي اساس، الترتيب ملوش اي اساس، بمجرد ما انت قلت للثريد انطلق ستارت خلاص الثريد بيمشي لوحده تماما في مكان في الميموري. طيب واحدة واحدة هتوضح ترتبهم، هقول لك ترتبهم ازاي واحدة واحدة كده. خلاص كلنا اتفقنا ايه هو الثريد، ازاي بنعرفه باستخدام الرنبل او باستخدام الثريد كلاس، سواء الرنبل انترفيس او الثريد كلاس، ماشي. طيب في اي سؤال؟ طيب نرجع تاني للجزء هنا، ناخد بس نقطتين صغيرين قوي. ممكن اعمل انا عندي ايه السريع مثلا، ده هنا ده سريع، الاو اس ده سريع، ممكن اجي اقول او اس دوت، لا ام تي دوت سليب، طبعا لازم لها تراي وكاتش، هعمل ثرو اكسبشن وخلاص، وبديله قيمه بالملي سكند، وبديله قيمه بالملي سكند. يبقى ده هيعمل ايه؟ هيعمل سليب للثريد ده. طيب ممكن اجي هنا اعمل سليب ذس دوت، انا عايز اقول هنا فين الكلاس بتاعي، تي اس ايكوال نيو، انا اسف ده الكلاس ده مش ثريد اساسا، نسيت بس. تمام طيب يبقى انا عندي ممكن اعمل ام تي دوت سليب واديله بالملي سكند، فده معناها ان هو هيقف شويه وبعدين يكمل. ناخد مثلا نجرب كده بسرعة بس دي هتكون كبيرة، شفت عمل ايه؟ طبع ثريد وبعدين عمل سليب وبعدين كمل. طيب في عندي حاجة تانية، ممكن اقول mt dot wait، معلش انا قلت ويت ما بتاخدش بارامتر بس هي تاخد تايم اوت بارامتر، في فرق
في فرق بين sleep wait. sleep بقول له خد تايم نام فيه وبعدين قوم تاني، خد تايم نام فيه وبعدين قوم تاني. لكن wait معناها استنى، وفي wait بتاخد تايم اوت. يعني ايه تايم اوت؟ يعني لو محدش شغلك، انت موجود في الويت دلوقتي، لو محدش شغلك في الفترة دي معناها ان خلاص كده السريت دوت هيحصل له ايه؟ هيموت. تمام؟ دول حاجتين صغيرين في السريت. طيب في يعني كذا حد سأل، في هنا تيبل عندنا، معلش نرجع بس للدوكيومنت كده بسرعة. في تيبل عندنا هنا عايزكم تقروه كويس. current thread بيجيب لك الثريد اللي انت شغال عليه، get name بترجع لك اسم الثريد، notify بتقوم ال بتقوم ثريد randomly، اي ثريد بتقومه كده وخلاص، اللي هي بيكون معمول لها wait، يعني notify عكس wait. notify all بتقوم كل الثريدز اللي كان معمول لها wait. resume دي deprecated يعني خلاص ما بقتش مستخدمة. run معروفة. set name. set priority. set priority مهمة جدا في الثريدز لان هي من 0 ل 10، بتحدد البريوريتي. لو انت عندك حاجة محتاجة بريوريتي سريعة تعمل لها set priority. sleep بنديله هو هينام قد ايه بالملي سكند. بعدين start طبعا عارفينها. stop و suspend الاتنين دول deprecated. طبعا يكون عندك كله the same priority. طبعا انت باي ديفولت هو بتكون البريوريتي بتاعته 5 تقريبا. wait عارفينها. يلد بتخلي السرد يستنى سرد تاني. تمام؟ طيب التيبل ده هتقروه واحدة واحدة ان شاء الله. خلاص خدنا ديت. جينا ان في مثلا حد بيقول ايه؟ عايزهم بالترتيب. عايزهم بالترتيب مثلا، او ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من المالتي ثريدنج؟ ده انا شايفه حاجه جميله جدا. شايف ان مثلا ده انا هقوم ثريد والثريد دوت هيقوم ثريد تاني والثريد هيقوم ثريد تالت، وبقى عندي ثريدز كتيره وهقدر اعمل شغلي بسرعه جدا. ماشي؟ طيب يعني ايه تجيت لاست؟ يعني ايه جيت لاست؟ طيب فبقى عندي اكتر من ثريد شغالين، ما شاء الله هخلص شغل بسرعه. تظهر بقى مشكله خطيره جدا جدا جدا. ايه هي المشكله ديت؟ دلوقتي تخيل معايا كده، في رسمه هنا تخيل معايا ان ده اوبجكت. ماشي؟ والاوبجكت جواه حاجه اسمها كاونت زيرو، وعندي ثريد بيستخدم الاوبجكت وثريد تاني بيستخدم نفس الاوبجكت. ثريد بيستخدم الاوبجكت وبيعمل سيت للكاونت، وثريد تاني بيعمل سيت للكاونت، والثريد بيعمل جيت للكاونت والثريد التاني بيعمل جيت للكاونت. فهو موضحين في الرسم هنا ان بعمل ست للكاونت هنا بتلاتة، وهنا بعمل جيت كاونت. اول حاجه هنا عمل ست، بعدين ده هنا معلش اول حاجه عمل جيت، بعدين ده عمل جيت، بعدين ده عمل ست، بعدين ده عمل ست. ايه اللي حصل؟
الكاونت هنا بفترض ان هو الكاونت هنا بفترض ان هو حاجه ستاتيك على مستوى الكلاس. جه اول ثريد حط القيمه باربعه، هو عمل جيت للكاونت لقاها مثلا بواحد، قام زود عليها واحد وجاي يحطها، فالمفروض تتحط بكام؟ باتنين. لكن في نفس الوقت كان ثريد تاني خد القيمه اللي هي واحد وحط عليها مثلا تلاتة ورجعها، فالثريد اللي خد القيمه وحط عليها تلاتة فبقت اربعة ورجعها رجعت اسرع من الثريد الاولاني. فلما الثريد الاولاني جاي يرجع القيمه رجع ايه؟ اتنين، فبقت القيمه بقت اتنين بدل ما هي اربعة. واحده واحده ماشي. طيب عندي هنا ده count، وعندي هنا thread، وعندي هنا thread. بزيرو جي اول thread هناخدها بشكل مبسط. اول thread سحب القيمة اللي موجودة في الكاونت، خدها بقى بكام؟ بزيرو. في نفس الوقت الثريد التاني سحب القيمة اللي في الكاونت اللي هي بكام؟ بزيرو فرضا اهو، ماشي؟ تبقى عشان تبقى سهل. بعدين الثريد الاولاني زود واحد والثريد التاني زود واحد، فرجعت القيمتين بكام؟ القيمتين رجعوا اتنين، مع ان المفروض انه ترجع تلاتة. يعني هو الثريد دوت زود عليها خدها هي بصفر، زود عليها اتنين فبقت اتنين، ودوت خد الصفر زود عليها اتنين فبقت اتنين، فرجعوا القيمة طلعت كام؟ اتنين، مع ان المفروض ان الثريد الاولاني ياخدها وترجع اتنين، فالثريد التاني ياخدها اتنين وترجع اربعة. تاني ولا وضحت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضحت المشكلة اللي تظهر في المالتي ثريدنج لو هما شغالين على نفس الأوبجكت؟ اللي هيحصل إن ممكن الاتنين ياخدوا القيمة الابتدائية والاتنين يزودوها ويرجعوا، فكأن زيادة واحدة بس اللي حصلت. طيب الكلام ده مهم جدا وخطر جدا جدا جدا، عشان كده في مرة واحنا بنتكلم في الكوليكشنز قلنا في فرق بين الليست وبين الفيكتور، وساعتها قلنا بس ان الليست اسرع، وقلنا هنشرح الفرق بينهم بعدين، وهو ده الوقت بتاع بعدين. يعني الفيكتور حاجة اسمها ثريد سيف، الفيكتور حاجة اسمها thread safe، يعني ايه؟ مش بيسمح لأكتر من object، من أكتر من thread يعمل access للإليمنت بتاعه في نفس الوقت. مثال اللي قدامنا ده هنقول ان ده فيكتور، ده فيكتور في اربع قيم. الفيكتور لو جه ثريد ياكسس مثلا الاليمنت رقم اتنين خلاص يعمل لوك على الاليمنت، وما يعمل لوك على الفيكتور كلها، وما يسمحش لأي حد يغير أي قيمة غير لما أول ثريد يسيب الفيكتور. تمام؟ فلو ثريد تاني جه يأكسس الفيكتور ويأبديت قيمة جواه هيرفض تماما ويقول له لأ. مش هيرفض، يعني هيخليه في الكيو، يعني هيخليه عنده. لما الثريد الأولاني يخلص
التاني يخش وراه يعدل في القيمة. لكن الليست لا، لو افترضنا ان اللي قدامنا دي ليست، ممكن اي ثريد يخش يغير في اي قيمة في نفس الوقت. فعشان كده بنقول ان الفيكتور ثريد سيف، مهمة جدا عندنا ثريد سيف. ده الفرق بين الفيكتور والايه والليست. نفصل شوية كده قبل ما نخش في السينكرونايزيشن، عشان الجزء اللي جاي ده مهم برضو تكملة للثريد، وناخد بريك كده ربع ساعة الناس ترفرش، ولو في اي سؤال اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في اخر حاجة ان احنا عندنا مشكلة في ان اكتر من ثريد يعملوا اكسس لنفس الاوبجكت في نفس الوقت، تمام؟ طيب ازاي نحل المشكلة ديت؟ عندنا حاجة اسمها synchronization. ايه synchronization؟ السينكرونايزيشن هي ان الكود بتاعي ان هي بتستخدم الكود عشان تكنترول الفلو اوف كونكرنت ثريد. طيب هي بتكنترول الفلو اوف كونكرنت ثريد اند زير اكسس to share the resource. تخيلوا معايا زي ما شرحنا كده ان انا عندي داتا وعندي ثريد واحد واثنين وثلاثة، الثلاثة ثريدز بيروحوا يعملوا اكسس لنفس الداتا في نفس الوقت. فالسينكرونايزيشن بتحل المشكلة دي، بتخليهم يعملوا اكسس للداتا one by one، واحد واحد، ماشي؟ طيب تعالوا نشوف ازاي نعمل سينكرونايزيشن. نشوف المثال، ناخد الاول فكرة بنفس شكل المثال اللي فات. عندي T1 T2 T3 T4، اربعة threads. T1 دخل، تمام؟ T1 دخل فين؟ دخل في set account. فجه T2 دخل فين؟ حاول يدخل لست account، بس set account دي synchronized فما قدرش. انا مش عامل شير، انا بشرح على الواي بورد بالبي دي اف، فما قدرش فبقى بلوكد. يبقى T1 دخل للست اكاونت راح يحط قيمة، فبعديها قام عامل ايه؟ عمل لوك. ليه؟ لان الميثود ست اكاونت ست كاونت، انا اسف، ست كاونت الميثود synchronized، يعني مفيش اتنين يقدروا يعملوا لها اكسس في نفس الوقت. فلما جه T2 يعمل set count بقى blocked وتحط عندي في الليست، ان هو ايه لما يحصل release، يعني لما T1 يخلص شغل T2 يقدر يخش يعمل اكسس لست count. طيب T3 blocked لانه جاي يعمل get count. انا ما شفتش الكود بصراحة، بس هي اكيد عامل ان get count بيحصل لها blocked مع set count، ففضلت موجودة هنا. لكن T4 لانها بيرايح على الميثود جديدة خالص، مفيش، هي اساسا مش synchronized method، فقدرت تعمل access عادي. فلما T1 تسيب الست كاونت، T2 تقدر تستخدمها و
ولما تيجي تخلص تي 3 تقدر تستخدمها. تعالوا ناخد مثال على الكلام ده. هنشوف دلوقتي مثال هيكون سهل جدا ان شاء الله. احنا هنا هنتكلم في المشكلة وبعدين نتكلم في حل المشكلة. شايفين معانا كده ان شاء الله؟ تمام، كويس. عندي مين ميثود، المين ميثود جوه كلاس اسمه شيرد كاونتر. كاونتر عملت اوبجكت من سيت كاونتر، فلما سيت كاونتر بيجي يحصل له initialization الكونستراكتور بيروح يعمل تو ثريدز، واحد اسمه ريس ثريد 1 واحد تاني اسمه ريس ثريد 2، والاثنين بياخدوا حاجه من نوع الشيرد كاونتر. يعني لو دخلنا في الكلاس الثاني اللي اسمه ريس اكزامبل بتاخد حاجه في الكونستراكتور، بتاخد اوبجكت في الكونستراكتور من نوع شيرد كاونتر وبعدين تعمل لها ستارت. تمام، حطيتها في ثريد وقالت لها ستارت. ماشي، يبقى ايه اللي حصل؟ شيرد كاونتر لما جينا عملنا منه اوبجكت راح عمل تو ثريدز، ثريد واحد وثريد اتنين، لان كل ثريد منهم ده بي امبلمنت الرانابل، قال له ثريد وستارت. تمام، طيب احنا ممكن نكون بامبلمنت الرانابل وعشان نشتغل نعمل ثريد نيو ثريد بتاخد زيس. ليه زيس؟ لان الريس اكزامبل اساسا من نوع رانابل، الريس اكزامبل من نوع رانابل، فاقدر احطه كبارامتر للكونستراكتور بتاع الثريد واقول له ستارت، فستارت هتروح تنده الران ميثود. الران هتعمل ايه؟ هتجيب الشيرد كاونتر اللي هو موجود في الثريد دوت جيت كاونت وتزود عليه واحد وترجع تعمل له ست. فلان انا عندي تو ثريدز فالسايكل دي هتحصل مرتين، جيت كاونت ست ويزود واحد ويعمل ست كاونت، وهتفضل شغالة الى ما لا نهاية. طبعا القيم هنا طبعا ال شيرد كاونتر دوت جيت كاونتر بتوقف 100 ثانية وترجع الكاونت. طبعا هنا هتفضل شغالة ما لا نهاية، مع انها هيبقى فيها قيم غلط كتيرة جدا. ماشي، خلينا ناخد مثال تاني كده صغير على السينكرونايزيشن عشان يوضحها على الوايت بورد. تخيلوا معايا ان في اوبجكت من نوع اسمه ايه واوبجكت من نوع بي. اوبجكت من نوع ايه بينده على ميثود في اوبجكت من نوع بي، واوبجكت من نوع بي بينده على ميثود في اوبجكت من نوع ايه اللي هيحصل؟ هتحصل انفاينايت لوب لو الاثنين بيندهوا. يعني مثلا ايه بينده على ميثود، الميثود دي بتروح تنده على نفس الميثود مثلا في ايه، تحصل انفاينايت لوب ويحصل ديد لوك. تمام، فهنا لو جيت عملت ران
عمال يعمل ايه؟ واحد واحد اتنين اتنين تلاتة تلاتة سبعة، ويفضل شغال الى ما لا نهاية. لان كل ثريد عمال يزود القيم. طيب ازاي اعمل سنكرونايزيشن؟ بكتب synchronized. لما بحط synchronized في الميثود معناها ان object by object، ان thread by thread هو اللي هيقدر يعمل access للميثود ديت. فنشوف مع بعض كده. بص شفت الفرق؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وصل لحد 20. ليه؟ ما سمحش لحد يخش في القيمة، ما سمحش لحد يخش غير لما الثريد الاولاني يخلص. نحط الاثنين معانا في نفس الشكل، لان هنا في 2 ثريدز شغالين، فعمل واحد مرتين، اثنين مرتين، ثلاثة مرتين، أربعة مرتين، خمسة مرتين، ستة مرتين، كل واحد. طبعا ده هنا عشان أنا هقول حظي حلو والميموري موجودة كتير، فكل ثريد بيلحق يعمل ست، وجيت في نفس اللحظة قبل ما التاني يغير، فبقى يحصل ست مرتين وجيت مرتين، ست مرتين وجيت مرتين، ست مرتين وجيت مرتين بسرعة. فبقت القيم هنا وصلت ل 14، مع ان الكاونتر زاد كم مرة؟ زاد 28 مرة، لكن عشان بيعمل جيت ثريد ويكون التاني لسه ما عملش ست. تعمل ايه درم؟ تلاقيه بيعمل ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7، لانه ما سمحش للثريد يعمل جيت غير لما يخلص هو 6. وضحت شويه السنكرونايزيشن والله صعبه. طيب رأيك ناخد مثال تاني، ناخد مثال تاني يمكن ده صعب شوية. وبنسبة المثال ده هناخد كده حاجة اسمها يعني كلمة ايه، design pattern. ماشي، في عندنا class هعمله اسمه singleton. singleton يعني هكون بمعنى وحيد مثلا. ماشي، تعالوا هعمل ايه، private singleton. اللي انا عملته، عملت private static object من السنجلتون، وعملت اسم الايه الاوبجكت، وعملت كونستراكتور برايفت معناها ان مفيش حد هيعرف يعمل سنجلتون ايكوال نيو سنجلتون. ليه؟ لان الكونستراكتور برايفت. وجيت عملت ميثود ستاتيك بترجع انستانس. ليه بعمل كده؟ عشان مخليش اي حد يعمل مني انستنس، من الكلاس ده يعمل منه انستنس. انا عايز انستنس واحد بس اللي يتعمل. ناخد مثال سريع كده، لو انا بكتب على فايل مثلا، انا مش عايز اكتر من واحد يعمل اوبجكت من الكتابة على الفايل، هو اوبجكت واحد بس. بعمل الكونستراكتور برايفت واعمل جيت انستنس، بشوف لو الانستنس ده ايكوال نل
ماشي. ده نوع تاني من الثريدز يعني، من السنكرونايزيشن. اعمل ثريد للاوبجكت ده. ليه؟ لان ممكن اكتر من واحد يندهوا على جيت انستانس في نفس الوقت، اكتر من ثريد يندهوا عليه في نفس الوقت ماشي، واكتر من واحد يعدوا من الكونديشن ده في نفس الوقت. لكن هيجي هنا بقى لا سينكرونايزد ده، في هنا بلوك معمول على الاوبجكت ده، يبقى واحد واحد هيعدي من الكلاس ده. بتشيك تاني لو هي ايكوال نل، هرجع نيو انستنس، هعمل نيو سنجلتون او هعمل نيو اوبجكت، وهتوصل في الاخر ترجع الانستنس دوت. يبقى انا عندي نوعين من السنكرونايزيشن. النوع الاولاني بسنكرونايزد الميثود، وده معناها ان مفيش حد يقدر يعمل اكسس للميثود الا 1 باي 1، محدش يقدر يعمل سيت للكاونتر غير لما الثريد اللي قبليه يخلص، ما ينفعش اتنين يعملوا سيت في نفس الوقت، ولا يقدر اتنين يعملوا جيت في نفس الوقت ماشي. يبقى عندي ثريد سينكرونايزد على الميثود، ممكن اعمل سينكرونايزد، اعمل سينكرونايزيشن على اوبجكت، اعمل بلوك في اي مكان في الكود عندي على اوبجكت معين، بحيث ان مفيش حد تاني يخش البلوك غير لما انا اخلص، مفيش حد تاني يخش البلوك ده غير لما انا اخلص. ممكن اكتب اكتر من بلوك سينكرونايزد تحت بعض. ايه صعبة شوية؟ ما شاء الله. طب كويس، يبقى السينكرونايزيشن عندنا فيه اعمل سينكرونايزيشن على ميثود، معناها ان مفيش ثريد يخش الميثود الا لما الثريد اللي قبله يخلص، واقدر اعمل ثريد على اوبجكت، معناها ان مفيش حد هيستخدم الاوبجكت ولا هيخش في البلوك ده غير لما الثريد اللي قبله يخلص. طيب ناقص حاجه صغيره كمان في السنكرونايزيشن، ونرجع للاسئله. فايوليت فولتاي، انا اسف، بتخلي الاوبجكت ده محدش يستخدمه غير لما الثريد الاولاني يخلص، تمام. فبقى عندي هنا سينكرونايزيشن على الاوبجكت في الديفينيشن نفسه، سينكرونايزيشن بلوك ان انا عايز الاوبجكت ده اللي هو من الكلاس سنجلتون في وقت معين بس يكون سينكرونايزد، او سينكرونايزيشن على الميثود كلها. ايه الموضوع صعب؟ ها شباب، بالظبط اللي كاتبه مونومان يعني
كويس في الحتة دي. الثريدز مهمة جدا في ايه؟ لو انا عندي اكتر من يوزرز بيستخدموا السيستم بتاعي لازم اخلي بالي. تخيلوا مع بعض كده، نعمل حاجة صغيرة يعني، نتخيلها يعني. دلوقتي انا قاعد في مكتب حجز طيران، خلاص انا دخلت الايجنت ماشي، واحمد دخل الايجنت، كل واحد دخل فينا مكتب طيران عشان يحجز التذكرة بتاعته. فجيت انا قلت لهم عايز الكرسي رقم واحد، واحمد قال لهم عايز الكرسي رقم واحد. فاحمد فالايجنت اللي هو بتاع المكتب بتاع احمد داس سيف، وفي نفس الوقت كان واحد تاني اللي هو الايجنت بتاعي انا داس سيف. تفتكروا المقعد الاول هيتحجز ليا ولا لاحمد؟ دلوقتي الاتنين ايجنت طلعوا الطيارة قدامهم، فلقوا ان المقعد الاولاني فاضي، فكده عملوا ايه؟ عملوا جيت. فانا اخترت المقعد الاولاني واحمد اختار المقعد الاولاني، الاتنين عملوا جيت مفيش مشكلة. الاولاني اللي هو بتاع احمد قال سيف قبل ما بتاعي انا يدوس سيف. لو انا مش مستخدم سينكرونايزيشن ايه اللي هيحصل؟ بتاع احمد هيحجز وبعدين بتاعي انا هيروح يحجز فوق بتاع احمد. ليه؟ لان انا تاني واحد نفذ الامر. ماشي، تاني بالراحة كده، الاتنين ايجنتس عملوا جيت مع بعض، فالاتنين ظهر ليهم في نفس الوقت ان المقعد الاولاني فاضي. فجه الايجنت بتاع احمد عمل ست، فراحت حجز التشير الاولاني. جه الايجنت بتاعي عمل ست او عمل سيف، فحجز نفس التشير، اتحجز مرتين، مره لاحمد ومره ليا. لكن لو هي سينكرونايزد ميثود تمام، مش هينفع الاثنين يشتغلوا على نفس التشير اساسا. ما ينفعش الاثنين يعملوا سيف للتشير، لازم دوت يخلص وبعدين يعمل هو جيت. لازم الاولاني يخلص التشير دوت وبعدين يعمل له جيت، او بتكون في حاجه اسمها ترانزاكشن يعني. لكن دي الفكره الاساسيه، ان انا عندي اكتر من ثريد مفتوحين على نفس الاوبجكت، وكل واحد عمل جيت وبيعمل ست، فمين فيهم هيحط القيمه الاول؟ هذه الفكرة في السينكرونايزيشن. ماشي يا شباب، طيب ويت ونوتيفاي ونوتيفاي اول قلناهم ان انت بتخلي ثريد يحصل له ويت، تخلي النوتيفاي بتنوتفاي اي ثريد مش حاجه معينه، نوتفاي اول بتقوم كل الثريدز. الجزء هنا دوت بتاع البروسيدر والكونسيومر سيناريو مش هنيجي جنبه يعني، انا بس عايز اوريكم حاجه في الداتابيز، حاجه اسمها ديد لوك. ديد لوك معناها ايه؟ اللي انا كنت بقوله من شوية، اوبجكت ايه جوا ميثود بتنادي على اوبجكت بي دوت ميثود بي، وميثود بي بتنادي على ميثود ايه اللي في اوبجكت ايه. فدي عملت لوك ودي عملت لوك، فده بيكون اسمه ديد لوك.
وفي في الداتابيز انك ممكن مثلا واحد بيعمل ابديت لريكورد والتاني بيعمل ابديت لريكورد والاتنين جم في نفس التايم بالظبط، ايه اللي هيحصل لو الاتنين جم في نفس التايم بالظبط؟ ايه اللي هيحصل؟ بتحصل حاجة اسمها ديد لوك، الاتنين بيحصل لهم فيل وتعيد من الاول. في مشكلة في الثريدز النهاردة؟ يا شباب الثريد والسنكرونايزيشن في مشكلة؟ طيب انا محتاج منكو النهاردة او بكرة بالكتير نص ساعة على الانترنت تشوف اكزامبلز موجودة على الثريد وعلى السنكرونايزيشن. ماشي، انا عايز الناس كلها نص ساعة كده تعمل examples على الثريد وعلى السنكرونايزيشن، تقرا عنهم اكتر، تعرف السنكرونايزيشن بلوك، تعرف السنكرونايزيشن اوبجكت، تعرف سنكرونايزيشن ميثود او السنكرونايزد ميثود. يعني إشارة مرور وسيارات، كويس جدا، ماشي خلاص. حد قال المثال بتاعه؟ حد يعمل إشارة مرور وسيارات؟ طب هستأذنك طالما حضرتك قلت كده تعملي تكتبي لنا المثال كله على الفيسبوك بالتفصيل عشان الشباب هيعملوا المثال بتاعك. تكتبيه التفصيل ان شاء الله، حتى اللي يبعت الحل هبعته لك انت تشوفيه صح مظبوط ولا لا وانت تحط التقييم. ماشي، خلاص اتفقنا ان شاء الله. اي حد هيبعت هي هتبعت لنا النهارده ان شاء الله المثال على الفيسبوك، حطه في الفيسبوك والدعم ينقله على المنتدى، وانا هرفع الكود والكتاب النهارده ان شاء الله بالفيديو النهارده، واللي هيبعت حل المثال هنبعته لها، بس هي ممكن تبعت لي بس مسج او اي حاجه نبعته لها وهي تصحح المثال ان شاء الله. ماشي، طيب في اي سؤال؟